شلون الحين بتعطينا شاي ولا نقوم نروح؟ قلت لك ما من شاي ما من شاي ما تفهم يا اخي كان قلت من قبل يا ايش تبين اقول لك؟ تبين احكيك سوى اهلي؟ السلام عليكم. عليكم السلام. وش فيكم هدرتكم لاخر الفريق؟ ما ادري عنه هذا اليوم مستخف. انا مستخف يا جليل الحي. صلوا على النبي يا جماعه الخير. قم حجي توكل على الله توكل. اوه ابو داود وش فيك؟ نار 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 في يوفي نار نار أوه نار أوه مريض يعني أشوف ها ما فيك شيء يا أبو داود شلون ما فيني شيء أقول لك نار نار تغلي 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 نار نار عدل 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 نار نار في بطنك مو في راسك يعني. إيه 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 نار نار في يوفي نار 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 استريح 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 الرجال صدق يا أبوي يا أبوي الرجال استخف الشيطان الرجيم طفش قوم يا يمه لا ما ينفع معه كذي انا عارف شو اسوي له طفش اي اي امامي اعميمه اي انت هني انا بغيرك بس كرقاد بس كرقاد بو بو كيف الساعه كم الحين لا والله متاخر على شغلك في العماره يا ناخذ طفاش لا عميمه اصلا مو عجزتهم بروح ويا الحدوق اسمع لا تحاكيني الا وانت غاسل وجهك ومتيدد سمعت اللوزه اللوزه اي اي مرضي أكمل إيه لا راحت ما بيتي إلا عقب عشوة طلع يوثوم ثوم
جسوم. وعليكم السلام ورحمة الله. ما مر أبو عذار الحين؟ هو يمر هني مبلا، بس أنا ما شفته لأنه هو يمر ذاك الصوب، ساعات يلف مني، ساعات ما يلف، ساعات يلتفت لنا، بس هو يحاول ساعات، بس أنا تحت شا عدل. شفته ولا لا؟ يمكن مر، يمكن ما مر. يعني ما شفته؟ انزل إذا مر ما تشوفه لا. جسوم لا تجنني، لا أعطيك طراق على وياك الحين. السلام عليكم. عليكم السلام. أم عذار شلونك؟ الله يسلمك أخويتي. حبيبتي لا تنسين تمرين لي يوم الجمعة، احنا ناطرينك على الغداء. إن شاء الله بمر عليكم يوم الجمعة. يلا أبوي، مع السلامة. حياك الله، الله يحفظك حبيبة قلبي. خالتي مع داري، شنقول الغداء يوم الجمعة؟ أنت ليش تسأل؟ قاعد تصوخ حكي نسواني اللي ما تستحي على وجهك؟ لا بس زين تعصبين عشان انا يا صوص السمك باكلهم يوم الجمعه ما اتغدى فيهم باكل عساك لك الدود قول امين. شكلنا حتى السمك ما بناكل. هاي مو ريحته شاي، هذا مخترب ما ينفع. مخترب؟ الله يهداك يا ابو داود، هذا الشاي صاحي جديد توه واصل من سيلان، تقول لي مخترب؟ شمه شمه هذا طالع، هذا ما ينفع مخترب، ما مش ميزات. شلون الحين يا ابو داود؟ وين اوديه عقب ما شريته ودفعت فلوس على الوعد؟ ايش قالوا له غشيم؟ اشتري شاي عتيج؟ صدقني يا ابو داود صدقني، الشاي مو بعتيج، الشاي جديد توه واصل من سيلان، احد يكلمه يا جماعه؟ ما حد لك كان يحاكيني. قلت لك انا هاي الشاي ما ابي، بيزات ما مش. صل على النبي، صل على النبي يا ابو داود الله يسلمك. اسكت! ما حد حاكاك انت. مو بهف عليك الحين. شلون الحين؟ شلون؟ قلت لك ما مش بيزات. السلام عليكم. وعليكم السلام. وش فيكم؟ هدرتكم وصل آخر السوق. قلت لك بداون مو بصاحي، بس ما صدقتوني. تفضل. وش عندك ويا انت حجي؟ الله يسلمك، انا متفق يا ابو داود ان اشتري له هذا الشاي، ولما جبته له الحين يقول لي خراب. اشوف اشوف هالشاي هذا اشوفه، ما في شيء صاحي يا ابو داود هذا. خبروا كلموا فهموا كان يفهم. انا تفهموني؟ انا ما فهمت جيل الحياه. خلاص يا ابو داود خلاص، انا بشتري حق الدكان، بعد ايش بغيت؟ خلاص زينه على الخياس اللي عندك بالدكان. قلت لك قلت لك بس ما صدقتوني الله هداك. انا بس بغيت اتاكد يا ابو عداري. انا اقول لحج مكي نودي حق ملا علي يقرا علي. الا تقوله صح، انا بمر على ملا علي خليه يجي هني ويقرا علي يمكن يفيد. ان شاء الله، واذا ما فاد بعد انا عندي راي، نحطه في حيزه ونقطع عند المركب المقصوص. كم ميت يا حظي؟ كان كملت رقادك احسن لك لا؟ جسوم اسكت، خلني بعد ارقد بعد شويه، بس خمس دقائق. شوف الطابش اذا بترقد ما امشي عنك. جسوم قريبه بس خمس دقائق. وني ما ترقد شي تبي اقعد وياي. ان شاء الله ان شاء الله، هذاني مو براقد حتى تشوف. اي احسن خلي امشي مبطلين. والله العظيم بيرقد بيرقد. اوه طابشي نسيت اقول لك ايش صار اليوم الصبح. بيني وبينك انا كنت احرق على الدكه. هني طلع في سمك وايد ميافر، انك انا كل مره احرق طلع في شير حاسه، وانا احرق الطبش ولا مره واحد احس بنقد قوي واسحب ويسحبني واسحب ويسحبني، ما اعرف شنو السمكه، مره واحده بسحب السمكه بس السمكه عصبيه ما اعرف شنو قال دي نوعها، شكلها 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 برطامه. انا من شعور الطبش انه يعني اليوم نريح ما نحدق، بعد بيني وبينك السمك تعبوا شققنا حلوجهم احنا من الحدوق كلها هذاوة لحلوح لحلوح لحلوح. ها طبشي بعد القطف وشو؟ انا بمشي عنك احسن لي. سالفتي اليوم يا اهل ياثوم؟ ها ايه هاب يقولون هالايام الطرشي وايد هاب. عاد انت بعد تحمل فيني لا؟ بسم الله عليك ان شاء الله ان شاء الله.
أمري الحجية. حجي؟ عطني رطلين آلو. رطلين آلو إن شاء الله. رطلين آلو. هذي. وهاي الرطلين بعد أمري. بغيتين بصل؟ لا. بغيتين بقيل، رويد، بربير؟ لا لا ما أبي. عندك هاي مرحومة الوالدين توه جاي من بنبي. يقنج الرأس. تبغين منه؟ لا شاي ولا ماي، أنا قلت لك رطلين آلو وبس. إن شاء الله. وهاي الرطلين الآلو. بصبعة الآلو. السلام عليكم. استريح استريح. زين، كم صار؟ ربية مرحومة الوالدين. ربية؟ أمس أنا شارية منك رطل بنص ربية، ليش اليوم صار ربية؟ الله يسلمش. أنت شارية أمس رطل، اليوم رطلين، بكم يصير؟ حرام عليك، حرام عليك يا العيار، حرام. أنا عيار؟ إيه؟ بالله عليك، مرة فقير تمشين قاعد تقص عليه، هذه كل يوم تشترم عندك، ايش فيك أنت؟ تدرون عاد؟ أنا بس خلاص، ما أبي شيء، يلا. شفت؟ زين كذي يا سوسة العمية، وش سنقتك أنت؟ قطاع رزق، ما تستحي على وجهك، يعني هل يجوز تشتري رطل واحد نفس قيمة الرطلين؟ لا، ولا يجوز تطلع عليه. عجل انضم، كنت أشيلك سندي وأجيبه على رأسك الحين. خلنا من هالسوالف الحين. مريت على مولي علي؟ إيه، قال بروح له بروح القهوة. ما يصير يا ابن الحلال، لازم الحنصير إياه، ما يصير تكلي بروحه. شوف عاد، تسبح، تنظف، لا تطلع لي كذي هالشكل، ريحتك نتنخ خالص الله اعلم، يودون وما يخلون نمشي. روح يا ابو القم الصيبان. طفاش؟ وينك يمه؟ اسمع، ابيك تروح الدكان وتجيب لي شويه اغراض وتمر الخباز على طريقك، سمعت؟ ها؟ ايش فيك يا الدثوي؟ انت للحين راقد؟ احكي روحي انا. اي نعم، ان شاء الله ان شاء الله. بس هو وين؟ فوين الحين؟ وينه؟ وينه في راسك؟ ايش قلت لك انا الحين؟ بصل وطماط وخبز. انا قلت لك بصل وطماط وخبز؟ اي امامه، هذه الاشياء اللي انت تطلبينها كل يوم. اوه طيب شو اقول لك، فاتك نص عمرك اليوم. شنو شنو؟ يا اسكت انت ولا كلمه. عمتي مسامحه، ما شفتك انت هني. اسمع هوك، جيب لي رطل بصل ورطل طماط ومر على الخباز ويجيب لي الخبز، لا تنسى. يلا خذ، وانا ايش قلت من ساعه؟ نفس الحكي اللي قلتيه الحين. اسمع، انشعم ولا تهبطي. ان شاء الله ان شاء الله. وانتي حظي، وين ذلت؟ انت ما سمعت عمتك قالت لك انشعم ولا تهبطي، يعني ارقم بوزك ولا تعتمولي. يا روح. اوه تحطها في شلون ست، ما قلت لك. شنو؟ يقول لك ابو داوود استخف واستلبس. استأذب؟ عو السلام عليكم ورحمة الله. شاي ماميش، توكل. لا يا أبو داود، أنا مو جاي أشرب شاي، جاي أسأل عنك بس. قلت لك توكل. شو أخبارك أبو داود؟ شلونك أنت؟ إنا لله وإنا إليه راجعون. قلت لك توكل، ما دام سألت أنا زين. يلا توكل. حالتك صعبة، حالته صعبة بالمرة، ما ينسكت عنه بالمرة. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. ولا وينك أنت؟ واجد تأخرت علينا. صادني شوية شغل يا حج مكي، علشان كذي تأخرت عليكم، سامحوني. لا ما علي ما علي ما عليهم. شو أخبار رفيجنا؟ شو أخبار؟ شو أخباره يا أبو عذاري؟ رجال تعبان مو صاحي، صايد انه مس. يعني ويش مس؟ يعني لا مثل شيء وسخ وهو نظيف. لا يا جماعه، صايد انه ناس جن.
صل على النبي يا ملا، وش هالخرافات هذه؟ بس بس انا رايح البيت. روح ملا، ما عليك ملا، كلمني انا، هذا يجهل ذي الاشياء. كمل الله يسلمك. شو اكمل يا ابو عذاري؟ ما اقدر اسوي له شيء. حاول الله يسلمك، حاول. اي حاول؟ اقول لك حالته صعبه. لا لا لا، حاول. إيه؟ انت ليش جاي هني؟ ها؟ ليش جاي؟ ابو عذاري، ابو عذاري، تعال جوده، ترى مجنون. جايك جايك اقول لك مجنون. جايك ليش جاي هني؟ ليش جاي؟ ابو داوود يمه. شوف جسوم، مدام ضيعت الميدار مالي فالحين لازم تجيب لي ميدار جديد. اقول لك انت ما تفهم، دريت؟ روح شوف دفعت عمتكم عذاري. واذا ما لقيت دفعت ليش؟ انا مش هنصرف فيكم انتم، ذبحتوا لي الواحد ما ينام في بيتي ما يرجع. حجي مالك ايش فيك معصب؟ اسمعني زين، ما دام تجيتون ذا الصوب ابغيك في سالفه. خير امر. عمتك للحين تحضر جن وتفتح الفال. اوه اللي باكر ذي شو وقفه؟ انطمنت، اسكت. وانت ليش تسال حجي مكي؟ ابو داود مريض ونبغى واحد يقرا عليه. ابو مكي انا بقرا عليه، بس عشانه انا قرايتي بشرطي. جسوم توني قايل لك انطم، ليش ما تنطم انت؟ زين زين حجي مكي، اذا قلت حق عمتي كم بتعطيني؟ بعطيك عس كريم على مشموم ميور. الله، عس كريم على ميور؟ طب شيء من زمان ما قلت عس كريم. طب وشو؟ شنو؟ شنو؟ ايش فيك؟ عس كريم. كريم عس عس كريم عس. حجي مكي ايش فيك؟ اذيتنا وين تحن انت؟ ايش في ابو داوود؟ يقولون صاد لنا مس. طب شي شن قايل مش جسوم؟ عيب، اسكت، هذه حكي نسوان. ايه حكي نسوان، وايش بتقول لي؟ ايه ان شاء الله بقول. تعال صج، عمتي بعد تبي اغراض من دكانك. وايش قول، وايش تبغي؟ شفت شلون؟ من كثر ما تحن وتطحن اكون نسيت. ادري وش تبغي، تبغي طماطم وبصل، بعد وش تبغي؟ اي والله صدق نفس اللي طلبه كل يوم. لا تنسى تقول لي ترى. ان شاء الله حجي مكي، مو بناسي ان شاء الله، بس انت لا تحن، لا تطحن، الحنة مو بزينتي بالفقر. جسوم شفت انا فرزني؟ ما عليك من الطفش، تفرفز وياه انت بعد. والله العظيم طفشي. بس كريم عس، بس كريم جسوم طريج القهوة من ذي الصوب. عس كريم كريم عس، عس كريم عس، كريم كريم عس، عس كريم عس. ما ادري يا ام سليمون هاي تدفش فيها، من خذيتها من شهر ايش فيها تفتقت كذي؟ هاي لا تفسير بعد. لا لها تفسير ولا معنى يا اختي. انت تشترين رخيص او رخيص مخيص ولا دفت الزينة تفتك في شهر وشهرين؟ لا يا عيوني، أنا شريتها بعشرين ربية من عند شريف الزري، ولا وحرير بعد. إي نعم. إيه شوفها، يمكن علقت لها في مسمار ولا في لوح ولا في أي شيء. كله من هاليران يا أم سليمان، قاعدين يقطون هالكترة في هالفريج، والواحد شي يقول بس. هود 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 اقلط، ما عندك احد قريب. هلا هلا يبا. هلا يبا. والله 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 لو طالب مليون ابرك لي. خير ام سليمان؟ صدقيني في قلبي كلمه تحوم تحوم تحوم، ابي اقولها ليش لكن ما بجايبها في الفريج، لكن يوم دشيت هني حمدت الله اني شفتك. انت تامر يا ابو عذاري، قول ايش عندك؟ وشن هي هالسالفة المهمة؟ لحظة لحظة، خلني أقول حق أم سليمان السالفة وبعدين برلت السالفة. يا أم سليمان، عن أبو داود. خير عسى ما شر. أبو داود مريض ويبنى له مولى علي، وقرأ عليه قرأ عليه قرأ عليه لين خلص الدفاتر وقال ما في فايدة، ودوا حق مطوعة تقرأ عليه أقوى مني. يا ربي ما يستاهل أبو داود. زين شو المطلوب مني؟ أهو الله يسلمك في مس من الين نبش تقرين عليه وتطلعين الينان، ولو ما قدرت عليهم كلهم لتطلعين يني واحد برا وبعدين يشوفونه ويطلعون معاه.
اي انا حاضره، بس يا ابو عذاري هذه الامور تبي لها صرف عدل. انا حاضر يا ام سليمان اللي تبون، انا حاضر، بس ابو داود يصحى ويرجع في قراره ما عليه. عيل اذا كذي انا الحين اروح ابرز روحي واجهز كل شيء، ويلا مع السلامه. امنا الله. حياك الله ابوي. مع السلامه عمتي. الله يسلمك يمه. انت ما تستحي على وجهك تكلم المره قدامي؟ ها هذه ام سليمان، هذه ام الفريد، الله يهداك. فيش انتي ليش انت صاير مطرش حق الاوادم ولا تشتغل عنده؟ صدق ان انت مره ما عندك احساس، ما عندك علفه، يعني اللي يساعد الناس يصير مطرش؟ يبا اصب لك شاي. صبي على امك، خلي يطلعون يا نان وتي. وانت من قالك تتكلمين؟ ها اصب لك شاي، صبي لي شاي ان شاء الله. كريم اصبر اسكت واصبر انت. شلونك عمي ابو داود؟ تمرني بشيء؟ ماي ها؟ ماي 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 بارد ماي 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 بارد ماي 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 بارد ماي. بس بنيب احنا بنيب لك ماي ابو داود. ريح جسوم اي سقاي. اسكت قلت لك ألف مرة قلت لك اسكت، ما تفهم أنت. إن شاء الله عمي أبو داود الحين إن شاء الله بروح العين وبجيب لك 10 قلانة ماي بارد من تحت من القوع. بارد أتخسي 10 قلانة، أنا ما بشيل شيء كون قلت لك. وايد 10؟ أوف نخليهم بس 5 زين. ها إيه يعني هلون؟ لا حتى 5 وايد جسوم، بس 2 أحسن على قدنا. ولا تدري مو بيايبين شيء، خلي أنطر السقاية الحين بيجيب لنا ماي بحط له في الحب. إيه طف وشو ها بس عادي انا خافيت انا اقول بس خلنا نمشي قومي خار بالك فتن علي طف وشو فتن علي انا طف وشو خلنا نمشي فتن اصبر جسوم يالسينيشن اصبر عدلة انا من رايي نروح حق عمتي ونقول لها السالفه. ها بالك ما نروح بلا بنروح طف وشو طف شي. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم بنيب ماي طب شي. ها انا هذي اقول مجابلين من هذي الريال بعد سالفته وليش دراني من هذي جسوم تلاقي ينطر الشاي ماله والاخ متنح. سكر بالخير. وين راحت خلاص راحت. جسوم عندك وعندي خير خيرات ما شاء الله من رب العالمين. شلون بس هذه شكله اخس مني ومنك اصلي يبين كلش ينوني بس ذي اللي عندي اقوى اقدم. وفا وفا وانا ما وفوني الزار وفو وانا ما وفوني أعمامة ايش حس الصاير وانت تعال مني يا امي تعال ان شاء الله يلا جرب. ايه اسمع ها اسمعني ابقيك تروح عند الحواي وتجيب لي شويه غريضات
ان شاء الله عميمه، بس اول شيء بقول له سالفه ضروري قبل انساها. ادري ايش بتقول لي. لا عميمه هذه سالفه جديده توها صايره. اقول لك ادري ايش بتقول لي، ايش فيك انت ما تفهم؟ عميمه شلون تدرين ايش بقول لك وانا للحين ما قلت لك؟ انزين بشوف يلا قولي لي ايش كنت بقول لك؟ بتقول لي عن سالفه ابو داوود. ادري واعرف ايش فيه. ما قلت لك هذه عمتك ساحر مغنون تعرف كل شيء. اسكت اسكت لا تفضحنا. انزين عمامه وهالاغراض هذولين متى تبينهم انت؟ ابيهم حق سنت الجايه. يمدي ريوت والناس اشوه. اقول عمامه ايش طبختي لليوم غدا؟ ايش فيك انت؟ دعلك لدعل؟ ابيهم حق اليوم حق اليوم. قوم روح يبهم قوم روح. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. طلعي ولا تنسى الليله تمر علي القهوه ناخذ ابو داوود ونودي حق ام سليمان. في الليل عادي. وش فيه؟ مجنون انت. الحين ابو داوود في جني بتودينا حق ام سليمان فيها جن. لا كملت. ايش قاعد تقول انت الله يهداك يا حج مكي؟ احد ماشي واحد في الليل وفي جن. انا خبري بك ريال مردانه يمشي على زندك تسيس اسد ولد سبع. تخاف؟ لا انا ما اخاف انا رجال رجال ولد رجال وسبع غصب عليك. خلاص مر علي القهوه الليل ونروح. بس بشرط. شنو شرطك؟ انت قدم قدام وحارسني عند الزرنوق اللي عند بيتكم. ان شاء الله. حاضر. قوة لغمان. اي لغمان اسمي نعمان. ايش فيك انت؟ كم مره قايل لك؟ ابو صدق اول مره ارن اسمك محقان. اي محقان نعمان. قول لي انا اسمي نعمان. ان شاء الله نعمان. نعمان اسمه جاسم. امره وش تبون؟ نبي سلمك الله ورد ونبي بعد حاوي ناوي ياوي ياوي قصدك. اي 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 هذه هذه عرفته موجود. طيب شو قال ذي جاري؟ ياوي هذه حق العجبره يا المخدي. امره بعد تعال صيش. تذكرت ابي بعد بخور وابي بعد حنش البان. حنش البان علش البان. وانا ايش قلت؟ قلت حنش البان. نفس الشيء. لا تطلع فيها الله يسلمك. وبعدين تعالوا قولوا لي ليش عمتك تبي هالكثر اغراض هذه وايد؟ يلا خذ. انت الحين تبي تبيع لو تبي تحقق ويانا وتسالنا. انا قلت يمكن عمتك غلطانه. اسكت انت. اسكت ايش فيك انت مخدي؟ تبي تقلب كفار ولا فضعجه؟ تقرب تغلط على عمتك ذي. ايش في ذي؟ جاسوم يلا نمشي نمشي. تعالوا والاغراض. الاغراض برزهم بنروح القهوه بنرجع لهم عقب تولي بعد. طفشيت نسيت. هيا المخدي اسكت. لا 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 تزمر علي. حط 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 واحده حط واحده هالموشي واحده. مع السلامة يا فقعان. هاي فقعان. نعمان. أنا نعمان. أمي تتعب هذا لأني أربطهم في الأسامي. اسمي نعمان. نعمان. حج مكي ايش هالصوت اللي قاعد اسمعه الحين؟ هذا صوت ابو داوود يشاخر كنا اسد. روح قاعد قاعد اذا راقد. روح قاعد. روح 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 روح. انا اول مره اشوف واحد قاعد وشاخر. اي بس روح يم روح يم روح يم. لا تخاف هذه سنوره ابو من فوق. لا تخاف. أنا خايف خايف. هدني أنا خايف. أحد ما تقول لي خلي خايف. أنا تني داش خرابة في صوت. صل على النبي. أي صوت ما في إلا أبو داوود هني. بسم الله الرحمن الرحيم. هدني أنا بروح بروح قاعدة بروح قاعدة قاعدة. لا تروح. لا لا كعيون تخوف. ابو داوود
جسوم يا لعلة شو تسوي؟ هذه اصلا ما لمس البلاليط. لا اله الا الله لا اله الا الله، ما يبين انه ملعبت مثلنا الحين قليلا. طفشوا؟ ها؟ قوم ودني بيت امي. عذاري عذاري، انت دشي حجرتك الحين، دشي لا تخافين، تخافين من شنو؟ تخافين وانا موجود هني. مستحيل طفاش، انا مو بقاعده هني ولا دقيقه. صبري شوي، الحين ابوك بيوي حجي مكي، بيبون بدود، اول ما يبونه انا بواصلك. لا لا، واللي يسلمك ما ابي اشوفه، قوم على الطفاش، قوم ودني وارجع بروحك. تعالي صج، اذا رحت بيت امك، انا وين ارقد الليله؟ ايش دهراني فيك؟ ارقد عند عمتك، انا مو برده الليله. لا ما برقد عند عمتي، دريتي؟ بخلي جسوم الموافق ارقد وياي، شلونك انت؟ عوني خلت أذنك خلت أذنك وراح أذنك الحين بتوديني ولا شلون؟ إن شاء الله إن شاء الله. جاسم اسمح لي بس حبيبي دقيقة واحدة بروح أوصل مرتي بيت أهلها وأنا راد لك. ما هي سعادة طفش سعادة عوني عوني. إذا يا أبو داود خلي ديش ها؟ شنو مو أبو داود؟ لا طفش أبو داود يلا اضمني وياكم عشان أدلكم الطريق الطفشي. شو تدللنا الطريق؟ أكون لبيت عذاري هني تدللنا الطريق؟ إيه طفش نسيت أقول لك أنا اضمنت لك السالفة، السالفة شنو مهمة؟ أي واحدة جسوم؟ سالفة المليار طفشي. طفشة ها يلا قوم. الله الله افتحي كله من حنتك. تعال 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 تعال. الصدقين عذاري حتى وانت يمي بعد اشتاق لك. اريال منك طلعت. من اريال مني؟ مثل اقرع العذر. اي اي طفشي عواني بس طفشي. عسى ما تعور جسوم. واي 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 شو تعورني؟ بسم الله عليك. بعد هاري وينك انت؟ انا هني ايش فيك انت؟ قاعد اقفل الدكان. قفلته؟ قفلناه. يلا خلينا نمشي قبل ان نتاخر. يلا يلا. اوه نسينا بعد. اوه بسم الله عليك بسم الله عليك. هاي نافخه النظام. طفشوا اكو في حساس على الباب. شنهم ياو؟ شيل شنهم ياو. حياكم الله. العنب بخيرك ايش فيك؟ قوم بطل الباب ويهد. شلون اقوم هداده في حضني؟ شيلي له. قوم بطل الباب. ان شاء الله امين. يلا يا الله يا الله حياكم يا الله يا الله يا الله. السلام عليكم. وعليكم السلام. حي الله مني. الله يحييك. تفضلوا. وين خليه؟ هني مني يمي. بسم الله عليك. شوي شوي اقلب اقلب اقلب. استريح سام. لا إله إلا الله، اللهم صل وسلم على محمد وعلى آل محمد. هم طوعه إن شاء الله ما بيتأخر. أنتوا حنستريحوا وإن شاء الله ما في تأخير. البشور. لا إله إلا الله، حياكم الله وأهلا وسهلا. الله يحييك. حي الله من يون. الله يحييك مطوعه. حياكم تفضلوا. تكلم تكلم يلي ساكن في راسه وقول
شو مخاطرك؟ الله أكبر الله أكبر. كلمني إن كانك بري انطق، وإن كانك بحري انطق، وإن كانك سماوي انطق. فتون زيد الدخون. إن شاء الله، بس إحنا نبيك تفك بوداود، ترى هو ولدنا وكل اللي بتطلبه مني بيوصلك برسم الخدمة. حجي مكي. حجي مكي. نعم أبوي نعم. اسمعني، اللي على راسه حنتكلم، بس المرة الثانية علشان يطلب طلباته ويخلص بداود من اللي هو فيه ونسوي له عن الحضرة اليلسة. زين أبو سليمان، متى تبغين نجيبه؟ باكر إن شاء الله بأمر السلامة. وبايب معاي بلوه. زين ما قالش نوعية الجني اللي في ويك؟ امبلا، اللي على راسه بسامحة والسموحة نوبي قوطي. ابو عذاري. قوم. بسم الله الرحمن الرحيم. ايش فيك؟ هذه انا ابو عذاري. قوم اقول لك. زين زين بقوم. زين بقوم. ايش فيك؟ ايش مسوي بوجهك اللون؟ وي هذه انا حاطه طحين عيش على وجهي عشان اصفيه. عاد بسوي لنا اليوم محلبيه. قوم قوم روح جابل شغلك احسن لك. زين 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 الله يهديك. انت ما تقول ليش فيك؟ من بارحة قاعد تتنافض تتنافض ما خليتني ارقد. البارحة ودينا ابو داود، وديناه حق ام سليمان، وديناه وحضرت الينان وكلهم كلهم، وحطت العود والبخور والمصدكة والياوي، وحضروا كلهم، لا تم هندي ولا بنغالي ولا سيك، كلهم حضروا كلهم. حتى انت حضرتك، حتى انت حضر، ولا عشر عليك عشر عشر انت مسبيه. هل فاقد الوعي؟ عساها ان شاء الله تاخذ روحك عشان ما تروح هالاماكن. ما خلتني بارحه ارقد. قم 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 جابل شغلك احسن لك. قم. انا ما رقيت، ما رقيت لي ساعه وبايج. قلت لك قم. زر روحي. شيء بيصير الليلة، بيصير شيء، أقول لك ما أخبار بيصير. أنت تعرف تسكت ولا لا؟ اسكت لا. زين. دكو. طلعه ولا روح الليله.
السلام عليكم. ها ابو داود ان شاء الله اشوى اليوم. Ha 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 ha